كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. أعرب جلالته فيها عن خالص تهنيه وأطيب تمنياته لسموه بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه مقاليد الحكم، سائلا الباري عز وجل أن يمده بعونه وتوفيقه ويديم عليه موفور الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء والتقدم في دولة الكويت وخدمة قضايا أمته والنهوض بمسيرة العمل العربي المشترك. وأكد العاهل المفدى في البرقية بالغ اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت، والتي تجسد الروابط الأخوية الوثيقة ووشائج القربة والمحبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين على مر التاريخ، معربا جلالته عن ثقته بأن علاقات الأخوة والتعاون المتينة والتي تطورت وتوثقت على مدى سنوات طويلة ستبقى بإذن الله راسخة ومتجذرة وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، داعيا المولى تعالى أن يحفظ دولة الكويت الشقيقة وشعبها العزيز ويديم عليها عزها ورخاءها وازدهارها تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.